قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف هذه الليلة. وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله نسور إن الوضع الاقتصادي في البلاد بالغ الخطورة، وإن تأخير قرار رفع أسعار المحروقات سيكون بمثابة نكبة. هذا وقد توافد المئات على ميدان جمال عبد الناصر وسط العاصمة عمان احتجاجا على قرار رفع الأسعار. في هذه السنة ونصف أو حوالي 18 شهرا من الربيع العربي، الأردن خسر على الأقل بتقديرات العلماء المحايدين ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار نتيجة انقطاع النفط والغاز المصري خصوصا، نتيجة الركود الاقتصادي في العالم كله، ونتيجة الحراكات، وهي حراكات لا أتهمها، هي مباركة، هي حسنة القصد، هي وطنية، لا أشكك فيها إطلاقا، لكن كان لها نتائج وعواقب في ثمن. نتج عن هذا أن الوضع المالي للدولة قد تأثر كثيرا، والوضع النقدي كذلك. أتابع من عمان مع مراسل العربية غسان أبو لوز. غسان، أهلا بك معنا، ما المشهد الآن في ميدان جمال عبد الناصر في عمان؟ نعم صهيب، هناك المئات من المواطنين الأردنيين الذين خرجوا عقب إعلان الحكومة الأردنية عن رفع أسعار المحروقات إلى ميدان جمال عبد الناصر والمعروف بدوار الداخلية، وهو موجود في وسط العاصمة عمان ومعروف عن حساسية هذا الدوار في مركزه الجغرافي. هؤلاء المواطنون الذين خرجوا غاضبين بشكل كبير جدا على قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، وهم يطالبون الحكومة بالعودة عن رفع أو بالعودة عن قرارها برفع أسعار المشتقات النفطية، ويطالبون أيضا برحيل حكومة عبد الله نسور التي تولت أو أشرفت على هذا الرفع، وتطالب أيضا وجهت هتافات عالية السقف إلى رأس الدولة الملك عبد الله الثاني، وقالوا إنهم سيبيتون ليلتهم في ميدان جمال عبد الناصر إن لم تعود الحكومة عن قرارها الذي مس كل بيت على حد تعبيرهم، وبأن هذه مصيبة كبيرة بالنسبة للمواطنين. أيضا طيب. صهيب، أود الإشارة إلى أن معظم المحافظات، محافظات المملكة، خرجت فيها مسيرات غاضبة تردد بقرار الحكومة، وهناك أنباء عن قيام بعض المواطنين بالاعتداء على دوائر حكومية وإحراق مقر أين غسان؟ في إحدى القرى في المحافظات الجنوبية. نعم صهيب، في المحافظات الجنوبية. نعم، كنت أسأل أين حصل ذلك؟ ماذا عن التواجد الأمني غسان؟ هناك تواجد أمني صهيب في دوار الداخلية حيث نحن متواجدون الآن. التواجد الأمني موجود منذ قبل حتى توافد الأردنيين أو المواطنين إلى دوار الداخلية. كان هناك توقع بردة الفعل هذه، حيث أن المواطنين والفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية حذرت الحكومة الأردنية في وقت سابق من رفع أسعار المشتقات النفطية. المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين طالب الملك بالعودة عن هذا القرار لما له من أثار سلبية على طيب، ولكن هذا التواجد غسان، تواجد الأمني، أهو لقوات أمنية اعتيادية أم تبدو مظاهر لقمع، أي نوع من أنواع القمع؟ لا، عادة صهيب التواجد الأمني يكون موجود في أي اعتصامات أو أي فعاليات تحدث في شوارع المملكة، وهذا التواجد الأمني كان مشهودا منذ انطلاق الحراك الشعبي في المملكة خلال أكثر من سنة ونصف. هذا الحراك يعني بحسب مديرية الأمن العام عادة ومرارا كررت أنها تحمي الفعاليات السلمية في المملكة، لكن وعلى ما يبدو أن الأمن لن يسمح للمواطنين بإغلاق الشوارع كما يجري الآن في دوار الداخلية. نعم. ولن يجعلهم يبيتون ليلتهم على ما أعتقد، لن يجعلهم يبيتون ليلتهم على دوار الداخلية لأن ذلك ممنوع. نعم صحيح. نعم، غسان أبو لوز شكرا جزيلا لك حتى الآن، سنتابع معك الموقف تباعا في النشرات المقبلة في عمان وباقي المحافظات الأردنية.